مش النادي الاهلي بس، يعني انا بتكلم على احنا في قناه الانديه وفي يعني انا معايا طبعا المهندس اسماعيل مصطفى رئيس الهيئه الهندسيه او الاداره الهندسيه بالنادي الاهلي. طبعا مبروك، الف مبروك باشمهندس يعني على فرع النادي الاهلي بالتجمع الخامس، دي حاجه جميله جدا. عرضنا الصور ويا ريت واحنا بنعرض الصور كده ايه بعض المعلومات عن هذا الفرع الجديد للنادي الاهلي، ومبارك طبعا لاعضاء النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي بهذا الفرع الجديد. اولا مساء الخير عليكم جميعا، تحياتي لحضرتك. اهلا وسهلا. ومساء الخير على ضيوفك الكرام. ربنا يخليك. اهلا بحضرتك. وطبعا انا بيسعدني جدا المقدمه اللي حضرتك عملتها يا كابتن فاروق، لانها فعلا النادي الاهلي الرياضي فرع القاهره الجديد يعتبر الهرم الرابع للنادي الاهلي ان شاء الله. ان شاء الله. وهو امتداد لاعضائه. والحقيقه عايزين نتكلم بس شويه على الارض. وازاي وصلنا للاستلام بتاعهم بقى. تمام، اتفضل يا فندم. اولا بس حدي نبذه بسيطه عن الارض. هو مسطح الارض حوالي 50 فدان تقريبا، في مكان منطقه رقم 2 للنوادي شرق مدينه القاهره الجديده. الحقيقه ال 50 فدان تم طرح مناقصه كبيره بين اكبر مكاتب استشاريه في مصر، زي ما انتم شايفين كده مسطح الارض، واحنا واقفين امبارح ان شاء الله من طرق الحدائق إذانا ببدء مشروع القاهرة الجديدة للنادي الأهلي. يلا مبروك إن شاء الله. مبروك علينا ومبروك على النادي الأهلي، مبروك على مجلس إدارة بقيادة المهندس محمود طاهر. حقيقي ألف مبروك. الحقيقة هذا الرجل الفاضل بندين له باستلام الأرض امبارح، لأنه بذل ما في طاقته حتى يحافظ على الأرض إنها تضيع من النادي الأهلي، الحقيقة. جميل جدا. المهندس محمود طاهر من الناس اللي هم يعني الحقيقة كان ليهم فضل كبير إن احنا نستلم الأرض امبارح. كذلك لا ننسى الاستاذ عماد وحيد الحقيقه للامانه، هذا الاخ العزيز الفاضل، والاستاذ كامل زاهر من الجانب الثاني. اكيد 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 مجلس اداره كان يعني خطته ان هو بيعمل حاجه ليه كان النادي الاهلي واعضاء النادي الاهلي. اكيد اكيد الاهلي واعضاء النادي الاهلي اكيد وجماهير النادي الاهلي طبعا ومكانه النادي الاهلي. صحيح صحيح. وكمان ما ننساش مجهود الدكتور محمد يحيى المستشار الهندسي لمجلس طبعا. النادي بفضل علاقاته القويه في منطقه التجمعات في هذه المدينه اللي سهلنا كتير عشان نقدر اننا نوصل لمنطقه الاستلام. صحيح. اللي احنا شفناها قدامكم يعني على الشاشه. واللي هو شين شمس بقى ما ننساهوش برضه. طبعا اللي هو شين شمس ده يعني ده قياده التنفيذيه طبعا، الراجل القائد للقياده التنفيذيه في النادي الاهلي وجميع الادارات التنفيذيه جوه النادي. حقيقي حقيقي. بتشتغل كلنا كتيم وورك. صحيح. ولولا كده ما كانش يبقى ده اثار النجاح. صحيح. يعني. صحيح. اديني بعض بقى التفاصيل عن الارض والشكل ان شاء الله هيبقى فيه ازاي ان شاء الله النادي عمرنا. هي الارض زي ما قلت لحضرتك مسطحها 50 فدان. هي ان شاء الله بعد ما استلمنا الارض يحصل حاجه اسمها المخطط الوزاري بعد استلام العهد. تمام. بعد ما نخلص المخطط الوزاري، القرار الوزاري بتاعنا ناخده على المخطط الرسمي للارض اللي تم اعتماده من مجلس الاداره بعد المناقصه اللي اتعملت من اكبر مكاتب استشاريه. احنا شغالين في الخطوه دي فعلا عشان استخراج القرار الوزاري، نبتدي اجراءات التراخيص وبعد كده عمليه الرسومات التنفيذيه والمؤسسات لاعمال الطرح والبدء في التنفيذ ان شاء الله. الارض مقسومه الى مرحلتين في التنفيذ، مرحله اولى ومرحلة ثانية. المرحلة الأولى مدتها حوالي 18 شهر تقريبا من بدء عملية التنفيذ، وبتشمل مبنى الاجتماعي، مباني التنس، ملاعب تنس، ملاعب راكت، ملاعب سلة، مباني خدمات ملاعب، مبنى ملاعب كرة يد، ملاعب خماسي، ملاعب كرة قدم، مبنى أكاديمية للكورة، ساحة عرض، منافذ، مطاعم، مرحلة أولى وثانية، حمام سباحة عائلي، حمام سباحة أطفال، مبنى حمام السباحه الجيم، مدخل حمامات السباحه، مباني خدمات، مكتبه اطفال، سيارات تراك عجل، دراجات، منافذ بيع، حديقه اطفال، جامع، حديقه مبنى اجتماعي، حديقه العائلات، منافذ بيع ثانيه، وحديقه نافوره، ومدخل اكاديميه كوره، كل ده يلبي الريكويرمنت بتاع كل طلبات الاعضاء ان شاء الله هي والمرحله الثانيه بعون الله. ان شاء الله. مسطح البناء المسموح لينا بالارض في التجمع الخامس ان شاء الله. الاجمالي مسطح الارض هو 208,000 متر مسطح سنه 37، النسبه البنائيه المسموح بها هي حوالي 105,000 متر. عندنا مسطح للطرق ومسطح للادوار الارضيه ومسطح ملاعب مكشوفه، مناطق حمامات سباحه، مناطق خضراء، طرق خارجيه. يعني تقريبا بنلبي جميع طلبات الاعضاء داخل هذا المسطح اللي هيبقى صرح رياضي رائع جدا، وهيبقى مكان يفتخر به النادي الاهلي
اعضاء وجماعات. حقيقي يعني احنا بنبارك لحضرتك يا باشمهندس، واكيد يعني ده حاجه يعني في البدايه هو زي ما انت احنا بنقول هو هرم رابع امتداد لاعضائه في التجمع الخامس، محبي وكل ما يعني حابب انه يبقى موجود في النادي الاهلي ان شاء الله في من سكان التجمع الخامس والقريبين من هناك، فبالتالي دي حاجه محترمه يعني بتحسب لمجلس اداره النادي الاهلي في التوقيت الحالي. ايضا ان شاء الله بيستكمل ان احنا نعمل هذه الانشاءات في اقرب وقت بامر الله، دي تبقى ايضا حاجه مميزه جدا. بشكرك باشمهندس مصطفى يعني مدير الاداره الهندسيه بالنادي الاهلي، الف مبروك طبعا لكل محبي واعضاء النادي الاهلي بهذا الفرع الرابع والهرم الرابع، ان شاء الله تتوالى بامر الله انجازات النادي الاهلي ككيان، انجازاته يبقى متواجد في كل حته في مصر زي ما كنا بنحاول كده بنفكر، طلعنا نعمل اكاديميه في الكويت، نقدر نعمل اكاديميه في مناطق اخرى، ايضا النادي الاهلي ليه محبين في كل حته في الوطن العربي.